السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم طريقه ديال المرقه بالخرشوف. كتجي زوينه ولذيذه بزاف وسهله وما فيهاش مكونات بزاف. هنا عندي الخرشوف، هكا خرشوف، ربطه ديال الخرشوف. هنا عندي غادي نديرو باللحم، هنا عندي اللحم، هنا عندي واحد البصلة قطعتها صغيرة، هنا عندي شوية زيت الزيتون نص كاس صغير، هنا عندي حامض مصير، وهنا عندي الزيتون، هنا عندي العطرية، عندي سكنجبير، عندي واحد الضامة ديال الزعفران كتجي فيه زوينة، وعندي الخرقوم، عندي البزار، عندي شويه الاعشاب المنسمه، وعندي شويه العطريه ديال اللحم، العطريه مخلطه. نبدا معكم على بركه الله الطريقه ديال تنقيه ديال الخرشوف. هي اللي غنشارك معكم بزاف، واحد الطريقه سهله، يعني ما غاديش باقي يعذبكم الخرشوف بهذه الطريقه هذه اللي غادي ندير معكم. نبدا معكم على بركه الله. هنا غنبدا نقي معكم الخرشوف بواحد الطريقه سهله. هاد الشكل هكا غادي نحيد غير هاد الجنب هكا، صافي. هاد الشيء اللي غادي نحيد فيه، غادي نقطع على هاد الشكل هكا، غادي تقولوا لي ماشي هذه هي التنقيه ديالو. انا كنت كننقيه بنفس الطريقه اللي كنتو كتنقوا بها قبل، كانت تشد لينا الوقت بزاف. دابا بهذه الطريقه هكا تقدروا ديروا الخرشوف الوقت اللي بغيتو، ما كيشد الوقت بهذا الشكل هكا. طرق غادي طيب، ما يكون فيه لا خيوط لا والو. كنوجه تحيه للسيده اللي وراتني هذه الطريقه هكا. انا كنت ديما الخرشوف عزيز عليا الخرشوف نطيبو، ولكن ديك التنقيه ديالو وداك هذا كتجيني صعيب. وراتني هذه الطريقه هكا كتجي سهله، تقدري في اي وقت ديري الخرشوف. كنشكرها من هذا المنبر اللي وراتني هذه الطريقه هكا. طريقه سهله ما كتطلبش الوقت بزاف، وما كت حنا الا كنقيو الخرشوف صبعنا كلهم تيكونوا كحلين. دابا لا، بهذه الطريقه هكا كيجي الخرشوف زوين ولذيذ وكيطيب. كنحيد له غير هاد الجنب هكا اللي فيه. انا شاركت معكم اليوم الطريقه ديال الخرشوف غير باش تعرفوا الطريقه ديال التنقيه ديالو، بزاف بغيتكم تركزوا لي على التنقيه ديالو. سهله وما كتطلبش الوقت بزاف، وتقدروا في اي وقت تشرو الخرشوف وتاكلوه، مبقاش كيشد الوقت بزاف، مبقاش كيشد ديك التنقيه اللي كنا كنديرو ليه قبل. دابا غادي نغسلو مزيان،
ضروري نغسلو مزيان. ندوز معكم الطريقة ديال نصيب. نتمنى يكون التصوير واضح وباين لكم. شوفو كنقطع على هذا الشكل هكا. غادي ندير فيه الماء باش ما يكحلش. غندير فيه الماء وغادي نغسلو مزيان حتى يحيد لنا كلشي طراب. غادي نكمل الخرشوف اللي عندي ونرجع معاكم. صافي هنا كملت كلشي الخرشوف اللي عندي. غادي نغسل مزيان هذا الخرشوف هذا ونرجع معاكم. هنا من بعد ما كملت الخرشوف ديالي بالنقية غادي ندير اللحم. تقدروا ديروه بالدجاج، غير الدجاج. الا غديروه بالدجاج ضروري طيبوا الخرشوف بوحدو، تسدوا عليه في الكوكوط، حطيتيه مزيان عاد ديروا على الدجاج. هنا غندير البصله، هنا غادي ندير زيت الزيتون. غادي نقلي مزيان هاد البصله مع هاد اللحم ونرجع معاكم. هنا من بعد ما خليته مزيان هاد البصلة هدا مع هاد اللحم نقلها مزيان، غادي ندير عليه العقلية. غادي ندير كنور ديال الزعفران كيجي فيه زوين. غندير واحد شويه د الملحه، مدرتش في الملح غير شويه مع دايره كنور. وغندير حامض صغير، غادي ندير غير شويه. نتمنى يكون التصوير واضح لكم. غادي ندير مرقه فاش غيطيب هذا الخرشوف. غندير الماء الكافي فاش غيطيب. هنا غادي ندير الخرشوف. الا كنتو دايرين الدجاج غادي طيبوا الخرشوف بوحدو، حطيتي مزيان عاد ديروه مع الدجاج. اللحم كياخد الوقت شويه كيبغي الطياب، داكشي علاش غادي نديرو معاه ديريكت. غادي نسد على الكوكوط مزيان، ضروري نسد عليه ونخليها تصفر. شتو كي كيجي؟ هنا غادي نسد عليه وندير ليه الصفارة ديالو ونخليه يطيب. صافي هنا من بعد ما طاب الخرشوف
كيف كيجي. دابا راه طاب، غادي نزيد عليه الزيتون، غنزيد عليه الزيتون والحامض المصير. غندير الزيتون، كيجي فيه الزيتون زوين. غادي نزيد واحد الفلفله وحامضه مصيه. غادي نزيد شويه الزبور ومعدنوس. الخرشوف ديالنا راه طاب، اللي كيبغي البطاطا يزيد معها البطاطا، راه كيجي زوين. دابا غادي نخلي هاد الحامض وهاد الزيتون يطيب واحد شويه ونرجع معكم. غنسديت عليه الكوكو تقريبا واحد نص ساعه، نص ساعه كيطيب. الخرشوف ديالنا ها هو طاب، اللحم راه طاب، الخرشوف حتى هو طاب. دابا غندوز نحطو في الطبسيل. شوفو راه مكيطلبش الوقت بزاف، خليكم نص ساعة باش سديت عليه الكوكوت وطاب دغيا. دابا ندوز معاكم غادي نقدمو في الطبسيل. هنا الخرشوف ديالنا طاب، غندوز نحطو معاكم. هكيجي ما شاء الله، واحد الريحة طالعة منو، ساهل ما كيطلبش الوقت بزاف، لا في التنقيه ديالو ولا في الطياب ديالو. كنقدموه بالصحه والراحه. اللي كيبغي البطاطا يزيد معاه البطاطا. كيجي على هاد الشكل هكا. كنتمنى الخرشوف ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، كنقدموه بالصحه والراحه. شفتو كي كيجي المرقه ديالو ما شاء الله. جربوه البنات بهاد الطريقه هادي اللي درت معاكم، راه ساهل ما كيطلبش الوقت بزاف. تقدروا ديروه بالدجاج، تقدروا ديروه باللحم اللي عندكم. غير درتوه بالدجاج طيبوه هو الاول بوحدو مزيان، حيت حنا كنعرفو الدجاج دغيا كيطيب. طيبوه هو الاول في الكوكوط عاد ديرو فوق عاد ديرو مع الدجاج. يلا نتمنى البنات الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش نجرب معكم وحده، باش ما تقولوش لي راه فيه الخيوط، راه ما فيه لا خيوط لا والو. بسم الله، شفتو كي كيجي ما فيه لا خيوط لا حتى حاجه. كنعرف وحده اخرى قدامكم. شتو ما فيه حتى شي خيط، كيجي زوين ولذيذ. يلا ما تنساوش البنات الى عجبكم الخرشوف ديال اليوم ما تنساوش تكثروا ليا من لايك وتشاهدوا ليا الفيديوهات ديالي. الله يعطيكم الخير، الله يسهل عليكم. اللي كيتمنى شي حاجه في خاطره ونطلبوا الله تبارك وتعالى تحققها ليه. وشكرا لكم بزاف وبسلامه عليكم، وما تنساوش الاشتراك وتشاركوا الفيديو مع الحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم. يلا بسلامه عليكم.